صباحنا لليوم أريج رح نبدأ من أو مع الكتاب وسوريا بلد الحرف الأول يلي صدرت اللغة والحضارة إلى كل العالم، حيث تحتضن مكتبة الأسد الوطنية بدمشق معرض الكتاب الدولي 29 يلي افتتحت فعالياته يوم أمس ويستمر حتى 12 من الشهر الجاري. لحتى نحكي أكثر عن فعالياتها التظاهرة الثقافية وعدد المشاركين وأهم الأنشطة المرافقة لهذا المعرض، صباحنا غير مع الأستاذ هيثم الحافظ رئيس اتحاد الناشرين السوريين والسيدة ليندا عبد الباقي صاحب الدار ليندا للطباعة والنشر. يسعد صباحكم واهلا وسهلا فيكم. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيكي وبالسادة المشاهدين، وصباحنا غير دوما مع الكتاب ومع ألق الكتاب وعبق الكتاب مع عبق الياسمين. بالتأكيد يعني مبروك مبارح افتتاح معرض الكتاب يلي السنة الماضية كمان شهدنا افتتاح رائع له بعد انقطاع دام لسنوات عدة. خبرنا أستاذ مبارح كيف كان الافتتاح؟ والله مبارح كان فعلا فيني أقول عنه أنه كان فعلا وحقيقة يوم فرح. كلياتنا فرحين بهذا اليوم، بهذا الإنجاز يلي تم إنجازه من خلال تكاتف القراء، من خلال رغبة المبدعين، من خلال ألق شبابي. مبارح كانت كل الناس فرحة. يعني معرض الكتاب هو من المعارض القليلة يلي هي بيصير مزج فيها بيوم الافتتاح الجانب الرسمي مع الجانب الشعبي والجانب الجماهيري. معرض الكتاب مبارح تم قص الشريط في حوالي الساعة 7 مساء وظل مستمر، هو بيغلق الساعة 10 مبارح، ضلينا مستمرين للعشرة ونصف. كم من الزوار، حتى أنا شفت بعض الصور على الفيسبوك أنه إحدى التعليقات كانت عم تقول أنه هذا معرض كتاب ولا صافين على مول أو شيء أو عروضات. فعلا كان شيء رائع. هذا هو شعبنا المعطاء، هذا هو محبة شعبنا للإبداع والكتابة والقلم. نحن أصحاب القراءة ونحن أصحاب اقرأ ونحن أصحاب الحضارة بالأساس. فوقت نجي منقول على معرض الكتاب فنحن منقول على حضارتنا، على أصالتنا. شيء فعلا كان مفعم بالحيوية، مفعم بالنشاط. أهم شيء أنا مبارح لاحظت عدد الشباب، عدد الشباب الواضح بزيارته للمعرض. اليوم بعد انقطاع 6 سنوات عدنا العام الماضي وهذا العام في استمرارية لهذا المعرض. بتصور كان شيء كتير مفيد وكتير شيء لطيف، يمكن صورته كاميراتكم والصحفيين والإعلام بكل العالم العربي اليوم عم يحكي عن هذا الواقع، عن هذا بصراحة، عن هذا الإنجاز الحقيقي. ليس هذا الإنجاز هو إنجاز للناشرين السوريين أو لاتحاد الناشرين أو لمكتبة الأسد أو لوزارة الثقافة، على العكس تماما، هو إنجاز لسوريا، إنجاز للشعب السوري. نحن اليوم كلياتنا فرحين بهذا الواقع اللي نحن صرنا كلياتنا وضعنا جانبا أو خلف ظهورنا أزمتنا وبدأنا نستعد لنواكب الحضارة ونواكب التطور والبناء. استمرار يعني بنشر ثقافتنا وتاريخنا وأدبنا أيضا. تماما. بما أنك كنت عم تحكي عن هالأجواء الحلوة يعني أستاذ هيثم، رح نروح لنشوف بعض من الأجواء يلي وثقتها كاميرا برنامجنا ونرجع لنكمل حديثنا. برعاية الرئيس بشار الأسد افتتحت الدكتورة نجاح العطار نائب رئيس الجمهورية معرض الكتاب 29 في مكتبة الأسد الوطنية بدمشق. وقامت الدكتورة العطار بعد افتتاح المعرض بجولة اطلعت خلالها على أقسامه ودور النشر المشاركة والإصدارات الحديثة. الدكتورة العطار أكدت للإخبارية السورية أن افتتاح هذا المعرض يشكل حدثاً عاماً وكبيراً في تاريخ الحياة الثقافية في سوريا، مشيرة إلى أنه بافتتاح معرض الكتاب اليوم يعود الألق لمكتبة الأسد. ترافق هذا العيد مع افتتاح معرضنا الثاني بعد توقف طويل، وقد كان لهذا المعرض ألق كبير بمشاركات عربية وأجنبية كبيرة، وكان مثالا لنضال الناشرين والمؤلفين الذين أبدعوا وانتشر إبداعهم في زوايا أو في رحاب هذا المعرض الجميل. أتمنى طبعا يعني نحن نوجه تحيانا لشعبنا الذي آمن بالنضال وبالدفاع عن الأرض وتحرير الأرض وبتحدي كل أشكال الإرهاب التي عاشت على أرضنا وأرادت أن تدمر حضارتنا.
بدوره أكد وزير الإعلام المهندس محمد رامز الترجمان أن هذا المعرض يحمل لهذه السنة رسالة رمزية وحضارية، مفادها أن سوريا قادرة على النهوض والعودة مهما كانت الظروف، مشيرا إلى أن دورنا يقوم على تربية جيل وكادر متنور ومثقف يواجه الفكر الإرهابي. الآن سوريا تنتصر، وأصبح كل هذا الموضوع من خلال المشاركة من خلال هذه الكتب، هذا المشروع أصبح يعني عبارة عن أحلام لدى الذين يعني يستهدفون سوريا. وأنا أقول يعني هذا المعرض بهذا الحجم الكبير يليق بسوريا ويليق بشهداء سوريا ويليق بالشعب السوري والجيش العربي السوري وتضحياته. وكما يعني تحدثنا يعني هو عبارة عن إشارة مهمة جدا بأن سوريا سوف تبقى ولادة الإبداع، ولادة للثقافة، وأن الكتاب السوري سوف يعود بألقه وتألقه إلى حضن المواطن السوري بهذه العناوين التي تكرس الوعي والثقافة وتكرس الانتماء الوطني لسوريا. تتميز الدورة الحالية للمعرض الذي انطلق عام 1985 عن دوراتها السابقة بالمشاركة الكثيفة من قبل دور النشر، ويستمر المعرض حتى 12 من الشهر الجاري، وتشارك فيه 150 دار نشر من لبنان والعراق ومصر والسعودية وفلسطين والأردن وإيران والدنمارك وروسيا. افتتاح هذا المعرض بحد ذاته هو إنجاز لنا، إنجاز لسوريا وإنجاز لشعبها، وهو رسالة حقيقية وواقعية للأعداء قبل الأصدقاء، للأعداء أننا انتصرنا وحققنا الغاية التي عمل عليها جيشنا الباسل وشعبنا الأبي وقائدنا الفذ، بأننا لن نسمح لهؤلاء المجرمون بأن يقوموا بتدمير سوريا واختراقها وتحويلها من النور إلى الظلام. طوبى لسوريا إذ تستعيد ألقها الذي كان، طوبى للسوريين الذين يستعيدون من خلال معرض الكتاب ذلك البهاء الذي عاشته سوريا منذ كان التاريخ وإلى أن ينتهي التاريخ. الحقيقة من يتجول في أجنحة هذا المعرض يجد هذه المشاركة الواسعة من دور النشر التي بلغت حوالي 150 دار نشر بمشاركة أكثر من 10 دول عربية وأجنبية، وبالتالي هي خطوة أولى. هو عاد السنة الماضية ويستكمل هذه الدورات التي يعني تقوم بها الجهات المؤسسة والمنظمة لهذا المعرض. رجع المعرض الكتاب، رجع شوي هذا الازدهار، رجع هذا الأمان نسبياً. عنا مشاركة كويسة السنة، في عنا أكثر من وكالة لعدة دور نشر أخرى السنة شاركت معنا، معنا دور نشر لبنانية، معنا دور نشر مصرية كمان شاركوا السنة معنا. نوعنا هالسنة كتير حتى يكون في شمولية، يعني جبنا روايات، جبنا أدب، جبنا من كافة العلوم الديني، جبنا كتب استراتيجية سياسية، يعني نوعا ما. ويرافق المعرض فعاليات ثقافية متنوعة ومهمة تشمل ندوات فكرية ومهرجانات شعرية وقصصية وتوقيع العديد من الكتب الصادرة حديثاً لأهم الكتاب والشعراء والأدباء من مختلف دور النشر المشاركة، إضافة إلى ورشات عمل ومسابقات ونشاطات للأطفال واليافعين والمبادرات الشبابية. يعني من بعد ما تابعنا هالأجواء يلي كانت أكثر من رائعة ومشاركة كبيرة مثل ما حضرتك ذكرت، يعني سيدة لينا اليوم كيف كانت مشاركتكم بالمعرض، وخاصة يعني اليوم عم يحاول يثبت الناشرين السوريين ودور النشر أنه في استمرارية بالعمل، في استمرارية بتقديم الأدب والفن بكل أنواعه؟ معرض أمس كان عرس ثقافي بامتياز. هذا العرس كان يضم مجموعة كبيرة من الناشرين حتى من خارج سوريا، ومن المعروف انتشار الكتاب وانتشار الثقافة هو انحسار لكل الأخطاء، انحسار لكل ما يعيق حضارة سوريا. بعد هذه الأزمة عادت سوريا السنة الماضية وهذه السنة بكل ألق وبكل حضارتها وبكل عنفوانها للثقافة من جديد.
يعني استاذ هيثم، مثل ما تابعنا بالماده عم نقول انه في فعاليات رح تكون ثقافيه، انه شو هي هي الفعاليات؟ اجمل شيء بالماده اللي قلتيها والفقره اللي ختم فيها المعلق عنكم عم يقول مبادرات شبابيه. وفعلا كلمه مبادرات شبابيه هذه موجوده. نحن اليوم جينا اتفقنا مع عده، خليني اقول عنهم نسميهم جروبات شبابيه جداد، بيهتموا بالقراءة وبيهتموا بالمعرفة وبيهتموا بالعلم. فهدول صنعنا منهم هدول الجروبات، هدول حيكونوا موجودين الآن في المعرض بشكل دائم. أول شيء حيساعدوك لاختيار الكتاب، يعني اثنين كمان مثل لجنة تنظيمية تماماً. وهدول مبادرات شبابية حقيقة بكل معنى الكلمة، يعني ما هن موظفين، هن طلاب جامعة، هن عم يحاولوا يتواصلوا مع الناس. هدول فينا نوجه لهم الآن التحية. في عنا أيضا منهم مثلا ناس حتساعدنا بتوزيع كتب، لأنه نحن بالأساس اتحاد الناشرين قرر هذا العام توزيع كتب مجانية على الجمهور من خلال مسابقات مباشرة. تماما من خلال المعرض. مثلا حنعلن عن مسابقة مثلا خلال كل ساعة أو كل ساعتين من أوقات المعرض، حنعلن عن سؤال أي حدا بيجاوب عليه. حيكون دائما السؤال مش من الصعوبة بمكان بحيث يكون صعب الجواب عليه، لا، حيكون له علاقة بجغرافيا سوريا، له علاقة بواقع البلد عنا، شيء له بالمعلومات الأثرية السياحية عن سوريا. حنسأل بعض الأسئلة، أي حدا حيجاوب حياخذ منا هدايا كتاب حتقدمها اتحاد الناشرين والناشرين السوريين. هاي من العروض اللي كمان حتشتغل فيها المبادرات الشبابية. أيضا كمان حيساهموا معنا في عملية التوقيع. نحن اليوم في عنا تقريبا بشكل يومي حوالي 20 حفل توقيع على كتب من خلال المعرض. إذا نحن أيضا النشاط الثقافي، النشاط الثقافي المصاحب إن نحن بنسميه نشاط اجتماعي، هذا له علاقة أيضا مباشرة مع الكتاب والقراء. أيضا بالنسبة للمبادرات الشبابية في عنا كمان كم هائل هن حيساووا نشاطات ثقافية إلى علاقة الناس على القراءة، بكيفية القراءة، اختيار الكتاب المناسب. إذا نحن اليوم أمام ورشة عمل في المعرض، خليني أسميها دائما بقول ورشة عمل اجتماعي. بارح بحديثي بأكثر من مناسبة قلت إنه نحن معرض الكتاب، معرض مكتبة الأسد، هو مو مخصص للقارئ فقط، هو بصراحة هو مخصص للأسرة السورية. كل أطياف الأسرة السورية حتجي على المعرض، حتلاقي شيء بغذي عقلها، شيء بغذي روحها، شيء بغذي علمها، شيء بيعطيها شيء دافع لقدام. فنحن كلياتنا اليوم متجهين الى تفعيل هذا الواقع. نعم، وخاصه المعرض يعني له مساحه كثير كبيره لقراءه الطفل وثقافه الطفل تماماً. والكتب اللي بتتعلق بالطفل. حتى من احنا في عنا جناح سميناه احنا فضاء ركن الطفوله، جناح كبير وجناح مهم لدور النشر المتخصصة بكتب الأطفال. وهدول الدور النشر لهم فعالية كبيرة ببلدنا، ولهم فعالية كبيرة أيضا بعالمنا العربي. لذلك هدول الدور النشر لهم دور كتير مهم وكتير كبير في تنظيم أطر الكتاب المقدم للأطفال أو حتى المقدم للناشئة. أستاذ، ذكرت ببداية الحديث إنه يمكن يلي شاف المعرض فكروا شي مول وفيه عروضات. بس هو بالفعل كمان المعرض فيه عروضات وحسومات، خبرنا عنها. حسومات وعروضات، أنا قلت لك أول شيء في شي كتب مجاني بشكل كتير كبير. يعني إحنا مو بس حسومات، نحن حنقدم للقارئ هذا العام كتب مجانية بشكل كتير جيد. من أغلب دور النشر حنعمل تقديم بشكل واسع للكتب المجانية. الأمر الآخر، نحن اليوم عنا مقبلنا من أي دار نشر أن تقدم حسم أقل من 30% عن سعر الغلاف. يعني اليوم نحن أقل كتاب في عنا حسم 30%، في عندي كتب فيها حسم 60%، في عندي كتب فيها حسم 70%. إذا نحن ما بين 30% وما بين 70% حسم الكتب. أنا مبارح أحد الأشخاص عم يقول لي أنه أنا شفت كتاب حوالي 500 صفحة عم ينباع ب 500 ليرة، هل هذا سعر حقيقي؟ بصراحة سعر حقيقي نعم. نحن اليوم أنجزنا إنجازات جيدة وطلبنا من الناشرين أنه يقدموا أسعار يعني هي ما هي كان السعر خارج المعرض، ولكن يعني مع هالتظاهرة الثقافية عملتوا هي الحسومات وكانت أسعار خاصة بالمعرض. أسعار خاصة بالمعرض، أسعار خاصة أيضا للأطفال، أسعار خاصة للمدارس.
بتصور نحن الآن أمام نقلة نوعية لعودة القلق لمعرض الكتاب إن شاء الله. هذا يعني كلياتنا بنتذكر الزحمة والعجقة اللي كانت تصير بمعرض الكتاب، وكل الناس تتواعد يعني من سنة لسنة على المعرض لحتى تلتقي. والسنة الماضية كان هيك، وهالسنة احنا بتصور هيك، وأنا عندي أمل أنه السنة حيكون عدد الزوار أكبر من السنة الماضية، لأنه ما تنسي نحن اليوم تحت مظلة معرض الكتاب نحن عنا 100,000 عنوان 100,000 عنوان بمعرض الكتاب، وهذا يعتبر رقم كتير كبير. تقريبا فيني أقول 60-70% من هدول 100,000 كتب جديدة. أستاذ هيثم، بالنسبة للمشاركين الدول العربية أو أجنبية، في مشاركين ومن الدول، شو هن الدول؟ هلا في تقريبا نحن عنا دول كتير شاركت معنا هذا العام، وإن كان الطموح نحن دائما نتمنى أن يكون أعلى. وأنا أعلنت مبارح مبادرة أنه اتحاد الناشرين السوريين سيسعى في العام القادم أن يكون معرض مكتبة الأسد هو من المعارض الثلاث الأولى على صعيد الوطن العربي. طبعا اتحاد الناشرين السوريين بالتعاون مع وزارة الثقافة، مع إدارة معرض مكتبة الأسد، اتحاد الكتاب، وزارة الإعلام، مع الجهات المعنية في الثقافة وفي المعرفة، هدول كلياتهم حنقدم شيء، حنرفع من سوية المعرض، وحنحاول أن نعيد المعرض إلى أغلقه اللي نحن بنعرفه كلياتنا. يعني اليوم أستلينا قديش مشاركتكم بتكونوا بتنتظروها يمكن من عام لعام بهالمعرض، وشو بتتميز المشاركة بهيك معارض؟ هلق تتميز بالتلاقح الثقافي. دارلين معظم طباعتها لأدباء مهجرين من كندا، من سيدني، من لبنان، من العراق. فثلاث أرباع الطباعة كانت لأدباء من خارج سوريا بالإضافة لأدباء من داخل سوريا. أمس معظم الأدباء السوريين كانوا مجتمعين بالمعرض بالإضافة إلى طلاب الجامعة، وهذه النقاشات والحوارات واللقاءات تغني الفكر، وليكن مول فكري، تغني الفكر، حالي من التقدم، حالي من الانبعاث الفكري. ننتظر هذا المعرض من سنة إلى سنة بفارغ الصبر وفارغ الحماس لنقدم ما هو جديد. يعني إلى أي حد بشكل فرصة كمان أيضا لدور النشر هذا المعرض لحتى تقدم كل ما عنده، ويمكن حتى لحتى دور النشر تعرف بحاله. وهذا السؤال كتير مهم. أنا بدي أحكي عن دار ليندا. دار ليندا مثلا مو دمشقية، دار من السويدة جت لعنا لحتى تقدم قاتلك منتجاتها، مو بس السورية، تملك أدباء من خارج سوريا من الوطن العربي وكذلك من أوروبا وأمريكا. نحن كل الناشرين السوريين اليوم بشكل بالنسبة لهم معرض الكتاب فرصة لإعادة ظهورهم بشكل لائق وبما يتناسب مع واقعهم، وأيضا تشكل معرض الكتاب بالنسبة لنا إطلاقة لعناويننا الجديدة. اليوم نحن اليوم كدور نشر ما ننتجه في السنة في كامل السنة غالبا بيكون مترافق مع معرض بلدنا المحلي. يعني نحن اليوم نحن كناشرين سوريين بنحط الإصدارات بتتناسب تاريخها الزمني مع معرض مكتبة الأسد. لا. هذا ليجعل الإطلاق الأول من خلال منصة معرض مكتبة الأسد. وأنا بتمنى من الإعلام السوري الآن يفوت على أروقة المعرض ويفوت على الأجنحة ويشوف الكتب الجديدة ويعمل حوارات ويعرفنا على الكتب الجديدة وعلى أيضا منتجات وإنتاجات دور النشر السورية من خلال معرض الكتاب. وأنا بتمنى كمان تحطوا إضاءة على أكثر الكتب مبيعا، ويكون هذا الكلام نتساعد فيه نحن وياكم ونسأل الجمهور، طب انت ليش اخترت هذا الكتاب وانت ليش اخترتي هذا الكتاب، يعني حتى رصد الواقع ورصد، ونكون من خلال الجمهور كلياتنا عم نتعامل. نعم. من خلال القراء، ونكون نحن وياكم كاتحاد ناشرين او ناشرين مع فريق الاعلامي تبعكم كلياتنا نكون فريق عمل واحد لاظهار معرض الكتاب بالشكل الانسب، ونحط ايدنا بايد بعض لنقدم
معرض الثلاثين إن شاء الله يكون أحد ثلاث معارض الأولى في العالم العربي. نتأمل دائما الاستمرارية لهالمعرض اللي بيعكس ثقافتنا وحضارتنا. كل التوفيق لكم وشكرا كثير لوجودكم معنا لليوم. وأنا بشكرك وصباحكم دائما غير، وكل عام وأنتم بخير، ومنتأمل نشوف جمهورنا وقرائنا في معرض مكتبة الأسد. صباحكم. شكرا كثير لوجودكم معنا لليوم، وفعلا مثل ما قلت استاذ هيثم نتمنى انه كل الناس تتوجه للمعرض يلي مستمر ل 12 شهر ومن العشرة للعشرة، يعني ومن العشرة للعشرة بيقدروا كل الناس انه يتوجهوا له. شكرا كثير لإلك. الله يسلمك. الله يخليك يا نسمة. تحت عنوان